السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. الفيديو بتاع النهارده بإذن الله هعلمك ازاي تصلح كل المشاكل الموجودة على الويندوز بتاعك او على جهاز الكمبيوتر او على الهارد ديسك بتاعك عن طريق استخدام مواجه الاوامر سي ام دي. لو حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي، تابع معايا الفيديو للنهاية. طبعا كلنا عارفين ان احنا بتكرار استخدامنا للويندوز وللكمبيوتر بتحصل عليه مشاكل، والمشاكل دي بتكتر لدرجة ان ممكن الويندوز يتقل او الهارد ديسك يحصل فيه مشكلة. طيب هنحل هذه المشاكل ازاي؟ هنحلها بمنتهى البساطة عن طريق موجه الاوامر اللي هو سي ام دي. كل اللي انت هتعمله هتيجي في خانة البحث ديت اللي موجودة عندك في شريط المهام وتكتب سي ام دي. طبعا هتكتبها باللغة الانجليزية، هي سي ام دي، تمام؟ وبعد كده تقف وتعمل له حاجة اسمها تشغيل كمسؤول. لازم الخطوة ديت، يا إما تضغط هنا على تشغيل كمسؤول أو هتقف عليه وتعمل كليك يمين وتعمل تشغيل كمسؤول. لازم تشغله كمسؤول، هتقول له طبعا نعم. هيفتح معايا مواجه الأوامر بالصورة ديت. هنبدأ نضع فيه مجموعة من الأوامر وننفذها خطوة بخطوة عشان نصلح كل المشاكل. الأمر الأولاني ده اللي هو شيك ديسك، ده تعمل إصلاح للهارد ديسك بتاعك. طبعا لو كان الهارد ديسك بتاعك فيه أي مشكلة هتنفذ الامر ده هيحل لك المشكله. انا بطلب منك ان انت تنفذ كل الاوامر عشان تصلح كل المشاكل اللي كانت موجوده على الهارد ديسك او على الويندوز. تعمل كليك يمين وتعمل له لصق، تمام كده اهوت، وبعد كده تضغط على انتر. هو هنا هيخيرك خيارين، ان هو بيقول لك لو انت اخترت حرف الواي هيعمل اصلاح للهارد ديسك بتاعك مع اعاده تشغيل جهاز الكمبيوتر بتاعك. لو انت مش عايز تنفذ الامر تضغط على نو. طبعا احنا عايزين ننفذ الامر، هنكتب طبعا كلمه واي ونضغط على انتر. هيقول لك ان هو هيتم اصلاح الهارد ديسك بتاعك مع اعاده تشغيل جهاز الكمبيوتر بتاعك. ده الامر الاولاني. الامر الثاني هختار اللي هو الامر ده، تمام؟ هاخده طبعا نسخ وانزل واعمل لصق واضغط على انتر وهنتظر معايا. هيبدأ طبعا يشتغل عداد، هنا هيبدأ يعمل عملية إصلاح لكل الأخطاء اللي موجودة على الويندوز بتاعك. زي ما حضرتك شايف كده العداد بدأ يشتغل هنا 3%. كل اللي مطلوب منك إن أنت تنتظر وتسيبه لحديت ما يوصل لحديت 100%، وبعد كده يظهر لك رسالة بتقول لك إن تمت عملية الإصلاح بنجاح. طبعا أنا هوقف الفيديو الحين الانتهاء من هذا الموضوع وأرجع ليك مرة تانية عشان ننفذ باقي الأوامر. يا ريت تتابع الفيديو معايا للنهايه لان الفيديو في غايه الاهميه، هيغنيك ان انت تسطب نسخه ويندوز جديد. تابع معايا الفيديو. طبعا بكده الامر انتهى زي ما حضرتك كده، بيقول لك ان هو وصل لحديت 100% وبيقول لك ان طبعا العمليه تمت بنجاح. نيجي للامر اللي بعده، تمام كده. ده هيبدأ يراجع ملفات الويندوز اللي موجودة عندك وأي مشكلة فيها هيصلحها أو هيستعيد نسخة الويندوز كأنها لسه معمولة دلوقتي، كأنك لسه مسطبها دلوقتي. طبعا هنضغط على اللي هو النسخ ونروح على موجه الأوامر. بمجرد ما تضغط بس بالماوس هتلاقي الأمر اتلزق في اللي هو السي ام دي. تضغط على انتر وتسيب السي ام دي شغال. هو هنا طبعا ظهر لك على طول نوع النسخة اللي متثبتة على جهاز الكمبيوتر بتاعك. هيبدأ دلوقتي عملية العد والإصلاح زي ما حضرتك شايف كده، تبدأ عملية إصلاح نسخة الويندوز ومراجعتها. طبعا برضو هوقف الفيديو الحين الانتهاء عشان ما اطولوش عليك. طبعا لو انت بتتفرج علينا أول مرة بدعوك طبعا ان انت تشترك في القناة وتضغط على زر لايك وتعمل شير للفيديو عشان تعمل فائدة للجميع. هوقف الفيديو وارجع لك لما ينتهي. زي ما حضرتك شايف كده بيقول لك ان عملية الفحص تمت بنجاح. نيجي للامر اللي بعده، هفتح واحط الامر الاخير. طبعا هو بس الامر طويل شوية، هاخده برضو نسخ، تمام كده هوت، وانزل خلاص هقفل بقى مش محتاج الاوامر ديت، واعمل له عملية لصق واضغط على انتر وهننتظر لما الامر يقوم بعملية فحص ومراجعة لكل الملفات بتاع اسطوانة الويندوز اللي انت حاططها على جهاز الكمبيوتر، وان شاء الله هيتم اصلاحها بنجاح. طبعا هوقف برضو الفيديو الحين الانتهاء عشان ما اطولوش عليك. زي ما حضرتك شايف كده الامر انتهى، بقى اصبح 100% وان العملية تمت بنجاح. طبعا بكده الفيديو بتاعنا باذن الله يكون انتهى.
ان شاء الله هترك لك الاوامر المستخدمه في صندوق وصف الفيديو. لو انت اول مره بتشوفنا او من المشاهدين، اضغط على اللايك واشترك في القناه واعمل شير للفيديو عشان تعم الفائده للجميع. ومبروك عليك، تم اصلاح جميع اخطاء نسخه الويندوز وجميع اخطاء الهارد ديسك. كل اللي مطلوب منك ان انت دلوقتي تعمل اعاده تشغيل لجهاز الكمبيوتر بتاعك. وكده الفيديو بتاعنا يكون انتهى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.